نائب رئيس نادي الزمالك، واكيد من خلال تواجده معانا بنبارك له، بنبارك لجماهير نادي الزمالك حصوله على بطوله الدوري هذا الموسم. تحياتي ليك يا استاذ محمد. الو الو استاذ محمد، تحياتي لحضرتك، الف الف مبروك. الله بطوله الله صعبه الله. اكيد جماهير نادي الزمالك مبسوطه يعني. كباتن من عندك في الاستوديو الكابتن رضا عبد العال، انا مش عارف طبعا في كابتن رضا عبد العال، كابتن محمود ابو الدهب، والكابتن شادي محمد. كابتن محمود ابو الدهب طبعا لعيبه الكبار، كابتن شادي محمد بشكركم على طبعا على المباركه وتتويج نادي الزمالك ببطوله يستحقها عن جدار. الحمد لله يعني النهارده فرق 6 نقاط، فنقدر نقول النهارده الزمالك النهارده حصل على الدوري بجدار. حقيقي هو خلاص يعني النهارده يعني كان يوم مهم جدا اعتقد لحضراتكم كمجلس اداره والجماهير نادي الزمالك اللي بقى لها يمكن فتره متشوقه لهذا اللقب، وفكره الاحساس بالنصر او البطوله يمكن كان متغيب شويه في كره القدم بالذات بقى لها فتره استاذ محمد، وبالتالي طبعا مجهود كبير يعني برضو احساس حضرتك والجهاز. بطوله طبعا يعني فرحت جماهير نادي الزمالك، رغم طبعا واللعيبه لابد ان انا اشكرهم، لانه اللعيبه برضو في مجلس اداره وراء لجنه كل ده طبعا كان ممكن يعمل اضطراب للعيبه، انما الحمد لله اللعيبه رجاله واحنا بعدناهم عن كل حاجه وربنا في الاخر وفق نادي الزمالك. واللي عاجبني جدا ان هم بينهوا المباراه احسن ما حتى ما بيبداوها، يعني اللعيبه لغايه اخر لحظه ضغط على الفريق اللي قدامهم النهارده بالذات يعني. فببارك لهم وببارك لجماهير الزمالك وبشكرك يا كابتن فاروق. اسباب الفوز ببطوله الدوري استاذ محمد من بدايه الدوري يعني عايز حضرتك كده لو حضرتك يعني طبعا متابع واللي من بدايه الفريق يعني والله اسباب الفوز احنا حتى احنا من ساعه ما جينا الزمالك لعب 13 مباراه كسب 12 مباراه وتعادل مباراه واحده اللي هي مباراه الجونه، وكان ليها اسباب برضو انه كان كذا لعيب اخذ انذار فما بيقدروش يلعبوا، انما في الاخر هو تعادل 1 و12 فوز فلعيبه. وبعدين في دايما بقول برضو التوفيق من عند ربنا، ربنا شايف اللعيبه بتعمل مجهود، شايف لجنه اللي موجوده بتعمل مجهود ما عندهاش اي اغراض انتخابيه، فربنا وفق نادي الزمالك وتوبهم. والنهارده يعني او خد بالك ان انت بتلعب تحت ضغط عصبي، النادي الاهلي طبعا نادي كبير وبيلحقك، وهو اللي كان متسيد وهو اللي كان احنا اللي كنا مستنيين ان هو يتعثر، النهارده هو الاهلي اللي استنى ان احنا نتعثر، الحمد لله لم نتعثر في اي مباراه وخدنا يعني كسبنا جميع المباريات، فلازم كنت اتوجه بالشكر للعيبه وكابتن نادي الزمالك كابتن شيكابالا واللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب والفل الاحتياطي اثبتوا يعني عن جداره النهارده مباراة مفيش ضغط مفيش هجمة على نادي الزمالك وفي هجمات كتيرة ضاعت في المباراة، والحمد لله انه ريحوا جمهورهم، بس ريحونا بس في اخر 5 دقائق تعالى ان طول الماتش يمكن بعد الهدف كان الموضوع صعب شوية بس ريحونا. فبشكرك يا كابتن فاروق وببارك بقى للجماهير والنادي طيب الزمالك. انا مش عايز اسيب حضرتك، انا عندي اسئلة كتير والكباتن كمان، معلش لو هتستحملني شوية. ما بعد ذلك بقى بطولة الدوري وفرحة جماهير نادي الزمالك ما بعد ذلك ان احنا بقى نقعد ونشوف التعاقدات ونشوف اللعيبه اللي هي كانت معاره مين اللي هنرجعه تاني، طبعا في لعيبه كبيره كانت معاره واثبتت جداره، ومين التعاقدات الجديده. خلاص احنا كنا مأجلين كل حاجه عشان ما نحصلش تشويش للعيبه واللعيبه تبقى مركزه في الملعب. وبعد الحمد لله النهارده الفوز الدوري خلاص، يعني النهارده بنعلن نادي الزمالك بطل الدوري، هنقعد بقى وعندنا الوقت الكافي ان احنا نقعد. اول ملف ممكن تبتدوا بيه يا استاذ محمد ايه؟ يعني هل ملف مثلا تجديد لكارترون يعني في الفتره اللي جايه؟ لا، هو تجديد الكارترون ده امر المفروض مفروغ منه، فدي ما فيهاش اي مشكله. احنا هنقعد مع في طبعا لجنه كوره كابتن فاروق جعفر وكابتن حسين السيد وكارترون، ونشوف بقى اللعيبه المعاره مين اللي عايز اللي هنرجعه اشرف بن شرقي مثلا ومين التعاقدات الجديده اللي لسه هنجيبها. يعني الخطه موجوده، بس ان شاء الله نبدا بقى في هذا المشوار الجميل. يعني مكافآت استثنائيه للاعبين ولا يعني والله على طول احنا من اخر 5 ماتشات رصدنا مكافآت عن كل مباراه، واللعيبه عارفه هذا الكلام، بغض النظر يعني عن اللي كان موجود. لا احنا من اخر 5 مباريات اتفقنا مع اللعيبه واتفقنا ان كل مباراه بيفوزوا بيها فيها مكافاه خاصه،
والحمد لله اخذوا مكافاتهم في الثلاث مباريات اللي فاتوا وهياخدوا مكافات يعني، ولازم نحتفل بيهم لان هم في الاخر هم يعني هم اللي جوه الملعب. احنا بنسهل الامور وبنسهل لهم الجو، والكوتش بيحط الخطه وكل حاجه، بس اللعيبه لو ما نفذتش هم اللي بينفذها في الاخر الخطه يعني. الحمد لله. يعني انا عايز اسال حضرتك يعني جماهير نادي الزمالك يعني من خلال طبعا الدعم اللي كبير الفتره اللي فاتت، تقول لهم ايه بقى بعد الفوز ده يا استاذ محمد؟ اقول لهم صبرت ونورت يعني. برضو احنا اخذنا بطولات، اخذنا بطوله السوبر وبطوله السوبر المصري والسوبر الافريقي، واخذنا الكونفدراليه من فتره، انما الدوري غايب عن الزمالك بقاله 6 سنين. فاللي احنا نفوت بيه بالجداره دي والاستحقاق ودوري استثنائي، لا يعني لازم اقول لهم الحمد لله. وجمهور الزمالك يعني جمهور ذواق وجمهور عانى يعني، النهارده لما يروح منه الدوري 5-6 مرات طبعا دي حاجه يعني اخر حتى بطوله الكاس مش زي بطوله الدوري. رغم الزمالك الحمد لله حصل على الكاس يعني في السنوات الاخيره يعني بتاع 6-7 مرات،